السلام عليكم. بون ماتش غدوة نتصور الناس الكل تستنى فيه، معناتها بعد الخسارة نتاعنا كونتر الهلال لازمنا نعملوا رياكسيون، معناتها جوارات الكل عارفين على شنيا قادمين، معناتها خدمنا بالبي جماعة هذه، وزيد ماتش المرسى معناتها رجع شوية الكونفيونس في جوارات الكل، وفي رادس معناتها ما لازمناش نساومو في اطراح، لازمنا نجيبو تروبو نتاعنا ونرجعوا للمرتبة الأولى، المرتبة نتاعنا إن شاء الله. نعود نقولها معناتها في رادس ما نساوموش في اطراح، لازمنا نربحو. التيران باش يكون معناتها نصور صعيب شوية بالطقس، ماتش المرسى ورينا اللي نجمو نلعبو معناتها. وزيد معناتها الافكتيف نصوروا دار شويه معناتها ماتش الاخر، فريشور فيزيك معناتها نصور رجعت، الناس الكل حاضره معناتها، فما اربع ايام ولا حتى الناس خذت جمعه راح نصور ماتش الهلال، وبقدره ربي معناتها نجيبوا الفيكتوار، ذاك هو اهم حاجه معناتها. بيان سور بون كيما قلت معناتها ماتش مهم، الناس الكل معناتها جوارات وستاف حاسين بالمسؤوليه، نعرفوا اللي ماهوش باش يكون ماتش ساهل معناتها كونتر منافس قوي، مي تفرجنا فيه معناتها عنده نقاط ضعف كيما عنده نقاط قوه، اما نعود نقول معناتها اهم حاجه نحنا، وان شاء الله معناتها بقدره ربي نكونوا على قد معناتها الماتش ونجيبوا تروبو نتاعنا. وائل، اهم من الكوره من الفنيين في كلمه سي منظر، المخ الذهن باش ما نعاودوش راه اخطاء فرديه، وباش الترجي ياكد انتصار المرسى. بيان سور معناتها بون الماتش اللي فات معناتها كان معناتها صعيب شويه في البر كونتر الهلال، معناتها مانيش نقع في اكسكيوز معناتها للجوارات، اما في رادس حاجه اخرى معناتها الجمهور معناتها ديجا معانا باش يدز معانا، مش غريب عليه لا ترى حظوما معناتها الجمهور ديجا جاب برشا ترى، ان شاء الله معناتها يجيو برشا يعاونونا، وكيما ماتش ليطوال معناتها صوب الماتش شوية من الاول معناتها حق، اما الجمهور دز معانا معناتها وجبنا ترو بوان، وان شاء الله يتعاود نفس السيناريو كيما ماتش ليطوال معناتها بدينا الماتش حق صعب شوية الماتش من الاول، اما جمهور دازا معنا الاخر معناتها نصوروا باش يكون مهم في ماتش غدوة، وبقدرة ربي معناتها نفرحوه ونجيبوا تروبو ان شاء الله. بون عاملين معناتها نعرفوا المنافس، اما نعود نقولوا معناتها اهم حاجة نحنا كيف باش نكونوا حاضرين فيزيكمون ومونتالمون معناتها، وجوارات في بعضنا نعرفوا المسؤولية متاع الماتش هذا، وبقدرة ربي كيما قلت نجيبوا تروبو ان شاء الله.